كريم أولغاز إلك زيارة. أوه يلا شو ناطر؟ في أخبار إن شاء الله، بجوز تحدد موعد محاكمتك. مين بده ياني المحامي؟ ما بعرف، ما قالوا لي اسمه. الزيارة مو بقاعة الزيارات، مكتب المدير. مين هاد؟ تفضل. كريم أولغاز سيدي. تعا يا ابني. نعم سيدي. في حدا جاي من مكان بعيد كتير وبده يشوفك. أبوك إجا ليشوفك. مرحبا. سامحني بس لما قريت الخبر بالجرايد انصدمت وما صدقت. اتصلت بمعارفي وتأكدت من الخبر. ما قدرت اتحمل، حملت حالي واجيت. فرصة وقلت لحالي استغلها. صحيح بالأول ترددت، خفت من ردة فعلك. ما قدرت امنع حالي، قلت يمكن لما وقف. كريم لسه أبوك ما خلص. سيدي خليني أروح مشان الله. أبوك جاي كرمالك، أعطيه فرصة على القليلة واسمعه. مين قال لك إنه أبي؟ أنا ما عندي أهل. أبي مات من زمان، من لما كنت ولد صغير. شفت بعينك، ما فيني اجبره. مو مشكلة استاذ، رح غيب فترة وارجع احاول معه. وانا رح ساعدك واحكي معه. شكرا لك. الله معك. شوفي. خير كريم؟ صاير شي مو منيح؟ مين؟ لوين هلا؟ رجعنا. تكرم.